السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم مس أسماء ياسر. هكمل اليوم معاكم النهاردة الوحدة السابعة الصف الرابع الابتدائي ترم تاني. شرحنا الفيديوهات اللي فاتت الدرس الأول والتاني والتالت، النهاردة هنكمل مع بعض باقي الوحدة والحل عليها كاملة. يلا نبدأ مع بعض Lesson 4. Lesson 4 عندي Part 1، الجزء الأول منه بيتكلم عن إيه؟ عن A Short Story. تعالوا نبدأ مع بعض المين فوكاب. أول حاجة معايا مسرور أو مبتهج، يعني pleased 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 بتساوي ايه يا ولاد؟ بتساوي delighted delighted، فجوة او ثقب يعني hole hole، ركنة او زاوية يعني corner corner، دخان يعني smoke smoke، متحمس يعني excited excited، فئران يعني mice mice، فأر المدينة يعني city mouse city mouse، وفأر الريف يعني country mouse country mouse. جميلة يعني pretty pretty، مغزى أخلاقي أو درس مستفاد يعني moral moral. تاني pleased بتساوي delighted، hole hole، corner corner، smoke smoke، excited excited، mice mice، city mouse city mouse، country mouse country mouse، pretty pretty أو pretty، مغزى أخلاقي يعني moral moral. ندخل بعد كده على الاكسترا فوكاب، بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن بذور يعني seeds seeds، ارض يعني ground ground، صوت بشري يعني voice voice، سبب او مبرر يعني reason reason، نجوم يعني stars stars، ضوضاء يعني noise noise، مفزوع او خائف يعني scared scared، بداية يعني beginning beginning، منتصف يعني middle middle، روائح يعني smells smells. يبقى seeds seeds، ground ground، voice voice، reason reason، stars stars، noise noise، scared scared، beginning beginning، middle middle، smells smells. ندخل بعد كده عندنا تصريف الأفعال. زي ما بنقول كل مرة، الفعل المنتظم الريجولر بإضافة الدي والإي دي وآي إي دي حسب نهاية الفعل، والإيرريجولر الغير منتظمة بتحفظ كما هي. عندي الفعل stop نهايته بي، زي ما انتم شايفين بقى stopped stopped، wait بقى waited، cover covered، prepare prepared، يعطي يعني give الماضي منها give، يلحق أو يمسك يعني catch الماضي منها caught، يذهب يعني go الماضي منها went، يأتي come الماضي منها came. يبقى stop stopped، wait waited، cover covered، prepare prepared، give gave، catch caught، go went، come came. اللي بعد كده عندنا بعد كده تعبيرات وحروف جر هامة. في الأرض يعني in the ground، في الأرض يعني in the ground، مليء ب full of full of، حان الوقت لي it's time for it's time for، بصوت عال بشكل لا يصدق incredibly loud incredibly loud، يعني بصوت عالي. prepared for جاهز أو مستعد لي prepared for، حول الزاوية أو الركن around the corner around the corner، يعود أو يرجع go back go back، يلحق القطار catch a train catch a train. عندي زي كل مرة بيجيبني نقاط هامة المين بوينتس على نصوص الاستماع والريدنج اللي هي القراءة. جايبني هنا المين بوينتس ايه؟ ذا سيتي اند ذا كانتري، المدينة والريف. تعال نشوف مع بعض. أول حاجة معانا ذا سيتي از فول اوف برايت كولرز، المدينة مليئة بالألوان الزاهية، بيكون طبعا كلها أضواء. ان ذا سيتي في المدينة ذير از تو ماتش سموك، في دخان كتير قوي طبعا بيكون طالع يا ولاد من المصانع وطالع من الحاجات دي. In the city في المدينة the noise is incredibly loud، فيها أصوات صاخبة للغاية لأنها طبعا مزدحمة. The country is quieter and cleaner than the city، الريف أكثر هدوءا ونظافة من المدينة طبعا لأن الريف مليان بالمساحات الخضراء. تعالوا نشوف بعد كده عندنا بوب كويز بيتكلم عن إيه. أول حاجة بتقول إيه؟ I'm very not I got the highest mark in the exam، هو جاب أعلى درجة في الامتحان، يبقى هو كان إيه؟ كان مسرور جدا pleased. We can not a train at 8، يبقى هم ايه؟ لحقوا القطار يعني ايه يا ولاد؟ catch.
ذا مايس ليف ان، كان عايشين فين؟ عايشين في الفنادق، الهوتلز، السكولز، المدارس، الهولز اللي هي الجحور او الحفر، ولا الريفرز؟ طبعا اكيد هنا اللي بعده. اكيد بيقول لي look listen and read، انظر استمع واقرا. بيقول لي ايه بقى؟ A moral is the value you learn from a story you read or from a situation in life. بيقول لك ان المغزى الاخلاقي او الدرس المستفاد ايه هو؟ بيقول لك هو القيمة او هي القيمة اللي بتتعلمها من قصة بتقرأها او من موقف في الحياة. يبقى انا عندي المورال ده حاجة اما بتتعلمها من الحياة، موقف حصل لك في الحياة، او بتتعلمها من قصة انت قرأتها. فبيقول لك there are three stages of the story، عندنا تلات مراحل للقصة. ازاي يا مس؟ قال لي عندنا دايما البيجانينج البداية، والميدل المنتصف، والاند النهاية. قال لك تعال نشوف بداية القصة بتاعتنا ايه، ومنتصفها ايه، ونهايتها ايه. قال لك the city mouse visited the country mouse، فار المدينة زار فار الريف. المنتصف بتاع القصة بتاعتنا ان the two mice، ان الفأرين دول caught the train، لحقوا بالقطار. قالك في الاند في النهاية بقى the country mouse went back to where life is good for him، حب يرجع للحياة اللي كان عايشها او كانت مناسبة او كانت جيدة ليه. The moral of the story، المغزى بتاع القصة دي ايه؟ ان different people like different things، ان الاشخاص مختلفين وبالتالي بيفضلوا اشياء مختلفة. يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا بيفضل حاجة مختلفة عن التاني، ودي نعمة كبيرة من ربنا ان احنا مش شبه بعض. عندي بقى القصة بتاعتي city mouse and country mouse، فار المدينة وفار الريف. ذا بيجانينج بتتكلم عن ايه؟ البداية بتقول ايه بقى؟ ذا city mouse visited the country mouse in his hole in the ground، فار المدينة زار فار الريف في الفتحة بتاعته اللي موجودة في الارض. ذا country mouse was pleased، الفار بتاع الريف كان سعيد جدا. He gave his friend grass and seeds، وادى صديقه بعض العشب وبعض البذور. The city mouse said، قال له الفار المدينة لما اداله كده، الفار الريف لما اداله شوية حاجات من دي، قال له شكرا، thank you. أما قال له you know، انت تعلم، the city is pretty and full of bright lights، انت تعرف ان المدينة جميلة جدا ومليانة اضواء. قال له why don't you come and see، ايه رأيك تيجي وتشوف؟ ففي المنتصف بتاع القصة قايله the country mouse was delighted and very excited، كان مبتهج جدا ومتحمس. the city mouse stopped eating and said، قال له ايه، وقف كده، وقف اكله، وقام قايل له there is no reason to wait، احنا خلاص مفيش حاجة ننتظرها، we can catch a train at 8، احنا مفروض نلحق القطار دلوقتي اللي بتاع الساعة 8. the two friends ran to the train، جروا على القطر just as it started to rain، وبدأ الجو يمطر. in the city، في المدينة، the smoke from the cars، الدخان اللي طالع من العربيات يا ولاد، covered the stars and the noise was incredibly loud، وكمان كان الدخان اللي طالع من العربيات مغطي النجوم من كتر ما هو دخان كتير جدا وعوادم كتيرة جدا، وكمان كمان كانت فيه ضوء بصوت عالي جدا. country mouse was scared، بدأ يخاف لانه مش متعود ان هو يعيش كده، انه متعود يعيش في هدوء. he wasn't prepared، وبدأ for many new sounds and smells، بدأ يسمع أصوات كتيرة وبدأ يشم حاجات كتيرة اللي هي الدخان طبعا. suddenly فجأة a cat's voice said، بدأوا يسمعوا صوت قطة بتقول two mice and some bread، قالت فأرين وبعض الخبز. فبدأ يسمع صوت يقول ايه، run run run، اجري اجري. مين اللي قال كده؟ said the city mouse، فار المدينة قال له اجري اجري اجري. they run around the corner، بدأوا يجروا لحد ما بدأوا يستخبوا في زاوية معينة كده. the country mouse said، الفار الريف قال له thank you my friend، the city is exciting، المدينة جميلة جدا، but it's time for me to go back to the country، بس ده حان الوقت ان انا ارجع الريف and back to where life is good for me، وعيش في الحياة اللي هي حلوة بالنسبة لي، انه ما عجبوش المدينة. تعالوا بقى نشوف اللانجوج بتاعتنا بتقول ايه. اللانجوج بتاعتنا بتقول irregular plural nouns، صيغة الجمع الغير منتظم. فبيقول لي هناك بعض الاسماء الجمع الغير منتظم بتحفظ كما هي. مش فاهم يا مس، مش احنا عندنا يا جماعة شوية افعال بنحفظها زي ما هي، عندنا برضو شوية جمع
بنحفظه زي ما هو، يعني ماوس اللي هو فار جمعها مايس، جمعها ايه؟ مايس، بنحفظها زي ما هي. افوت اللي هي قدم، جمعها فيت اقدام. تشايلد اللي هو طفل، جمعها تشيلدرن اطفال. اتوث اللي هي اسنان، جمعها تيث اللي هي سنه، جمعها اسنان. يبقى احنا عندنا حاجات او كلمات جمع معينه بنحفظها زي ما هي. تعالوا ندخل على اللي بعده. لسن 4 الدرس الرابع اللي لسه مكملين فيه، بس الجزء الثاني. عندي الجزء الثاني اللي هو جزء الفونكس، جزء الايه؟ الصوتيات. ودي من الحاجات الجميله جدا يا اولاد واللي ممتعه معانا. تعالوا بقى نشوف جزء الصوتيات هنا بيتكلم عن ايه. اول حاجه عندي لونج اي، لونج اي اللي هو العمود الاولاني، وعندي هنا لونج اي العمود الثاني، لونج اي العمود الثالث، لونج او العمود الرابع. انا مش فاهم حاجه يا مس، يعني ايه لونج ايه وايه وايه والحاجات دي؟ عندنا بيقول لك تعرف على الاصوات المتحركه الممدوده. يعني ايه؟ يعني في اول عمود معايا بيقول لي ايه؟ رين، وينتظر يعني ايه؟ ويت، وكتار يعني ايه؟ ترين، ورقم 8 يعني ايه؟ ايت، اعطى يعني ايه؟ جيف. لو تلاحظوا ان دايما بنطول في حرف الاي، رين ان ينتظر ويت، ايت ويت، ترين اللي هو كتار، ترين 8 اللي هو 8، 8 بدأنا بحرف الاي وطولناه، جيف اللي هو اعطى. هنا لونج اي فبنطول في حرف الاي، يعني يرى يعني ايه؟ سي اللي هو اي، ايت يعني ايه؟ ياكل، ايت، مي يعني ايه؟ انا، مين، بذره يعني ايه؟ سيد، سيد، ايت، سيد، بليز دي يعني ايه؟ مسرور، ايد، بليز، زودنا في حرف الاي او عملناه او مديناه. فئران يعني مايس، ايس اللي هو حرف الاي، ايس، مايس، ماي، اي، ماي، اكسايتد، ايتد، اكسايتد. بقسم لكم عشان تبداوا تشوفوا حرف الاي ممدود ازاي. لايت، تايم، برايت، ديلايتد، ايتد، ديلايتد، وهكذا. نو هنا طولنا في حرف الاو، نو، او، نو، جو، او، جو، نو، او، نو. يبقى رين، ويت، ترين، ايت، جيف، سي، ايت، مي، سيد، بليزد، مايس، ماي، اكسايتد، لايت، تايم، برايت، ديلايتد، نو، جو، نو. ندخل على اللي بعدك. جاب لي تمرين بقى عشان نشوف احنا قدرنا نفهم ده ولا لا. فبيقول لي look and write the missing sounds، حط الحروف اللي هي الاصوات الناقصه. زي ما انتم شايفين جايب لي اول واحده ايه؟ جايب لي اول واحده rain. طبعا الحرف اللي ناقص معايا حرف الايه؟ الاي والاي. تاني واحده مايس، طبعا حرف الاي والاي. تالت واحده معانا لايت، طبعا الحروف اللي ناقصه معانا الاي والجي واتش. اخر واحده طبعا سي، والحروف اللي ناقصه الاي والاي. ندخل على اللي بعده. الأول بيقول لي ضع دائرة حول الكلمات التي بها أصوات متحركة. حط لي أول حاجة زي ما شايفين كلمة ويت، بعد كده طبعا كلمة تين، يبقى هنا حرف الإيه زي ما انتم شايفين الكلمة دي، وكلمة إيت زي ما انتم شايفين هنا، the mouse was delighted زي ما انتم شايفين هنا، واكسايتد زي ما انتم شايفين هنا، I started to طبعا إيه rain زي ما انتم شايفين هنا. We have three lights in this room. طبعا بنحط دايرة. ندخل على اللي بعده. عندي سؤال تشوز. في أول حاجة بيقول لي إيه؟ Which word has the same vowel sound as no؟ أو إيه الصوت اللي شبه no؟ هيبقى الكلمة دي ولا man ولا go؟ طبعا هيبقى go، no، go. بعد كده Which word has the same vowel sound as seat؟ هتبقى eat ولا eat ولا mice؟ أكيد طبعا هتبقى eat. What long vowel sound do you hear in C؟ تبقى long A، long E. ندخل على اللي بعد كده. اللي بعد كده عدد سؤال توصيل، جيب لي كلمات كتير بوصل هنا. طبعا هنا هنوصل يا ولاد. تعالى أول حاجة معانا، طبعا أول حاجة رقم واحد مايس، الصوت إن هو مايس اللي هو الصوت ده. طب give الصوت إن هو طبعا الصوت ده. طيب eat الصوت اللي هو طبعا اللونج اي، هيبقى الصوت اللي هو ده. طيب بعد كده رقم أربعة ترين اللي هو ايه؟
اللي هو ده، وبعدين سي اللي هو ايه، اللي هو طبعا ده. ندخل على اللي بعد كده. عندنا امتحان شامل على ليسون 4 الجزء الاول والتاني. تعالوا مع بعض. اول حاجه بيبقى عندنا سؤال استماع زي ما احنا متعودين، بنسمع القطعه بناء عليها بنحل اما بترو اما فولس، يعني اما بتي او باف. تعالوا نشوف اول نص استماع معانا. اول نص استماع معانا بيقول ايه؟ The city mouse visited the country mouse in his hole in the ground. زاره في الثقب بتاعه. The country mouse was pleased، كان مسرور جدا. He gave his friend، واعطى لصديقه grass and seeds. تعالوا بقى نشوف الحاجات دي. اول حاجه معانا بيقول لك ان the country mouse، ان هو فار الريف، gave his friend grass and seeds. طبعا كان عطاله كده فعلا، يبقى دي ايه؟ True. اول حاجه بقى. تاني حاجه عندنا the country mouse was sad، كان حزين؟ لا طبعا، ده كان سعيد جدا، كان very happy. طيب the country mouse lived in a big house، لا طبعا ده كان عايش في ايه؟ في ثقب. طيب the country mouse was excited، كان متحمس؟ اكيد طبعا كان متحمس. ندخل على اللي بعد. طيب اللي بعد بيقول ايه؟ بيقول نقرا طبعا نقرا القطعه دي وبناء عليها بنختار من المربع اللي فوق. In the city، في المدينة، the smoke from the cars، الدخان اللي طالع من الكارز، covered the stars، مغطي النجوم. The muat was incredibly loud، كانت مسببة صوت عالي جدا. يبقى زي ايه؟ the noise. بنحط هنا طبعا واحد وبنكتبها هنا يا ولاد. The city is not but it's too scary، كانت طبعا مشوقة، يبقى ده رقم ايه؟ اتنين، وبنكتبها هنا برضو. The country life is ماله نقط، it is cleaner than the city، كانت طبعا الكانتري كان كويتر يعني هادئ، وطبعا دي رقم ثلاثة وبنكتبها برضو هنا. خش على السؤال اللي بعده. أول حاجة معانا بنقول the city is، طبعا كانت رقم B noisy، كانت ضوضاء. Did the country mouse، هنختار ايه هنا؟ هنختار like the city. رقم ثلاثة، زي ران اراوند، هما طبعا كانوا ايه؟ كانوا جروا فين؟ طبعا رقم دي في الكورنر، ودي رقم ثلاثة. moral is the value you، بتعلمنا ايه؟ learn، اللي هي رقم ايه؟ ربع. ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال بقى برتب الكلمات دي وبطلع جمل صحيحة. اول حاجة معايا هيبقى we can، we ايه؟ we can catch، ممكن يلحقوا طبعا القطار التران at اللي هو الساعة 8. ندخل على بعد كده بنقول ان طبعا مايس، مايس مالها بتعيش، ليف under the ground. طيب ندخل على اللي بعده. بنقول اللي بعده ايه؟ why did the mice، لماذا الفئران، have to run away. ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده زي ما انتم شايفين سؤال قطعه من الأسئلة الجميلة جدا، بيجيب لي قطعة بقرأها وبحل اتنين تشوز واتنين أسئلة تانية. تعالوا مع بعض. The city mouse visited the country mouse in his hole، زاروا في الحفرة بتاعته، in the ground في الأرض. The country mouse فار الريف was pleased، كان مسرور. He gave his friend، وعطى لصديقه grass and seeds، وبذور. The two friends مالهم ran to the train، جروا عشان يلحقوا القطر to go to the city، عشان يروحوا المدينة. In the city، في المدينة، the smoke from the cars، الدخان اللي طالع من السيارات، covered the stars and the noise، ومغطي النجوم وعامل ضوضاء، was incredibly loud، بصوت عالي جدا. Country mouse was scared، كان خايف جدا. He wasn't prepared for so many new sounds and smells، ما كانش مستعد ان هو يشم الحاجات دي ولا يسمع الاصوات دي. The country mouse said thank you my friend، شكرا يا صديقي. The city is exciting، هي مشوقة، but it's time for me to go back، عشان اعود بقى to the country للريف and back to where life is good for me. أول حاجة the underline word pleased، الكلمة اللي محطوط تحتها خط اللي هي pleased means بتعني إن هو كان very إيه؟
كان very happy، كان سعيد جدا. بعد كده they went to the city by، كانوا راحوا المدينة بالترين بالقطر، ما روحوش طبعا لا بالعجلة ولا بالباص ولا بالكار اللي هي العربية والاتوبيس. بعد كده عندي أول حاجة أو عندي سؤال تاني بيقولك do you think، أنت بتعتقد the country mouse إن الفار بتاع الريف loved city or the country more، حب المدينة أكتر ولا حب الريف أكتر؟ طبعا كانت يا ولاد هنقول إن the country mouse loved the country more، حب الريف أكتر. طبعا الإجابة ظهرت قدام. بعد كده بيقول سمرايز لخص ذا سكند باراجراف، القطعه الثانيه زي ما انتم شايفين از ان وان سنتنس، في جمله واحده هتبقى ذا كانتري ماوس وينت باك هوم، عايز يعود للمنزل. ندخل على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده عندي سؤال ده علامات الترقيم. اول حاجه يبقى عندي طبعا في الجمله بتقول different people like different things، تبقى طبعا الدي كابيتال هنا وفي الاخر نقطه. السؤال اللي بعد كده جايب لي سؤال ان انا اعمل باراجراف مكون من 18 كلمه، ممكن يا اولاد نقدر نجيبه من نهايه الكتاب او نجيبه من صفحه 37 اللي انتوا حابينه ونكتبه براحه جدا وبخط جميل. ندخل على اللي بعد كده. الجزء الثالث من ليسن 4، احنا لسه في ليسن 4، الجزء ده بتاع الماث بتاع الرياضيات، من الاجزاء الجميله جدا والسهله والبسيطه. اول حاجه جايب لي زي ما انتوا شايفين نظام ايه؟ نظام الباست والمقام. ايه ده يا مس مش فاهم حاجه، يعني ايه باست ويعني ايه مقام؟ طبعا الباست اللي هو النيميريتور والمقام اللي هي الدينيميريتور. تعال نشوف، هو جايب لي بسكويت ومقسمها لاربع قطع وحاطط على قطعتين بس المربى اهو. I spread jam on two of four equal parts، اتنين بس من البتاع من البسكويته كلها، فكاتب لي ايه الاتنين اللي عليهم متظللين او متلونين بالمربى، طبعا ده الباست، ومجموعهم كلهم اللي هو المقام اللي هما اربع تربع. تعالوا بقى نشوف بعد كده، فبيقول لي two fourth of the biscuit has jam. تعالوا نشرح بشكل اكبر ونفهم هو بيقول ايه. بيبقى انا عندي يا اولاد الكسر عامل زي ما انتم شايفين كده زي الدايره، لو هو الدايره كلها فاضيه بيبقى ده بيساوي زي ما انتم شايفين واحد صحيح، لو الدايره كلها فاضيه بيبقى واحد صحيح. طب احنا لو قسمنا الدايره دي لنصين بقوم قايله واحد واثنين واحطها في المقام، والجزء اللي متظلل بيبقى ده احطه في البسط. طب لو الاثنين متظللين يا مس زي الصوره الثانيه، بحط طبعا اثنين على اثنين لان هما جزئين، اثنين متظللين على عددهم اثنين، طبعا ده one half اللي هو نص، وده طبعا two halves اللي هو ايه بيساوي واحد صحيح اللي هو وان وول. نفهم اكتر. طب لو انا عندي الدايره متقسمه لثلاث ارباع زي ما انتم شايفين او اي شكل مش شرط الدايره بس، فالجزء اللي متظلل واحد ومجموعهم كام؟ ثلاثه، يبقى الجزء المتظلل ده اللي هو واحد اللي هو الباست، والمقام هنا ايه؟ ثلاثه وان ثيرد اللي هو سولز. كذلك اثنين متظللين على مجموعهم ثلاثه يبقى تو ثيردز اللي هم ثلثين، الثلاثه متظللين يبقى ثلاثه على ثلاثه بيساوي طبعا واحد صحيح اللي هو ايه؟ one wall، يبقى ده three thirds. نفس الموضوع متقسم الدايرة اللي هو الأربعة الربع، بس اللي متظلل يبقى واحد على أربعة، هنا اتنين على أربعة، هنا تلاتة على أربعة، هنا أربعة على أربعة، يبقى one fourth two fourths three fourths four fourths بتساوي one wall اللي هما واحد صحيح. ندخل على اللي بعده، تعال نفهم أكتر. جيمي كمان بيقول لي تذكر إن العلامة دي اللي انتوا شايفينها دي مالها يا مس؟ العلامة دي ايه؟ greater than or bigger than، اكبر من، علامة الاكبر من، والعلامة دي less than or smaller than اللي هي اصغر من، والعلامة اللي هي دي equal اللي هي علامة اليساوي، equal or the same as علامة اليساوي. ايه ده يا مس؟ طب انا احفظ الحاجات دي ازاي؟ قال لك ان لو العلامة ناحية العدد او الكسر دي علامة الأكبر من، لو العلامة مفتوحة ناحية الكسر أكبر من، لأن لو عاطية الكسر ظهرها زي ما أنتم شايفين كده تبقى دي علامة الأصغر من. بيقول لي هنا كيف يمكن تبسيط الكسر؟ فبيقول لك يمكن تبسيط الكسر بقسمة البسط والمقام على نفس العدد، يعني هو جايبني هنا 30 على 60، خدت ال 30 قسمتها فوق وتحت أعطاني نص، يبقى بقسم على نفس العدد فوق وتحت وببسطه بشكل أحسن. عندي باب كويس بسيط كده بيقول لي ضع دائرة حول الكسر الذي يوضح الجزء الملون، جاي لي شكل زي ما انتم شايفين وملون لي جزئين، طبعا دول كام يا ولاد؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى المكان فيه كام؟ يبقى المقام فيه أربعة. إيه ده يا مس؟ ده المقام كله فيه اتنين فيهم أربعة، طب أنهي واحدة صح؟ الاتنين متظللين، واحد اتنين، يبقى اتنين على إيه؟ على أربعة.
نفس القصة جايب لنا شكل متقسم لتلاتة، واحد اتنين تلاتة، يبقى المقام كام؟ تلاتة. طب والبسط الجزء اللي متلون اتنين، يبقى اتنين على تلاتة. ايه ده يا مس، ده الشكل هنا كله متلون، طب هما كام جزء؟ اتنين، واحد اتنين. طب والجزء اللي متلون اتنين برضه، يبقى اتنين على اتنين طبعا بيساوي واحد، صحيح. هنا اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، الجزء اللي متلون تلاتة والمقام اربعة، يبقى تلات ارباع. ندخل على اللي بعده. جايب لي طبعا امتحان على الجزء الثالث في الدرس الرابع، تعالوا نشوف. يقول لك لون كسر كل شيء، كل شكل واختر. هنا الشكل ده 2 على 3، يبقى انا عندي 1 2 3 متلون منهم 2 بس، هلون 2 زي ما انتم شايفين كده. وهنا 3 على 4، 4 اجزاء الون منهم 3 بس. بيقول لي بقى ذا تو فراكشنز، الكسرين دول زي بعض ولا لا؟ يعني زي بعض سيم ولا ديفرنت؟ لا طبعا ديفرنت. شوف لو زي بعض كان يبقوا نفس المساحة، هنا المساحة أكبر من اللي تحت أكبر من اللي فوق. خش على اللي بعده. قال لك هنا لون واحد بس اللي هو النص، هنا قال لك لون اتنين. طيب هنا قد بعض، أه يا مس ده أهو، لو جينا نبص كده نلاقيهم قد بعض بالظبط الجزء اللي متلون، يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا سيم. نفس القصة، لون واحد وهنا هلون واحد. ايه ده هنا يا مس لونت واحد وواحد يبقوا هما شبه بعض؟ لو جينا نبص لا، ده اللي تحت اكبر، يبقى هنا different. ندخل على اللي بعده. color each group to show the fractions، لون كل مجموعة لتوضيح الكسور. فبيقول لك هنا مثلا في التلات ارباع دول خلي تلاتة لونهم ايه؟ لونهم اورنج. التلاتة دول لونهم اورنج مع بعض، اورنج، ودي بس هي اللي لونها ايه؟ يلو. هنا قال لك برضو خلي واحدة اورنج واتنين اللي هما دول لونهم جرين. تمام؟ تعال نخش على اللي بعده. اللي بعد درس lessons 5 and 6 وده project، الدرس اللي بعد كده الخامس والسادس، تعال نشوف مع بعض المين vocab. بوابة يعني gate، gate حقيبة الظهر يعني back، pack، back، pack حديث يعني modern، modern مركز التسوق يعني شوبينج مول، شوبينج مول. كهرباء يعني الكترسيتي، الكترسيتي، وممكن تمشي الكترسيتي. بنطلون يعني بانتس، بانتس. وقود غاز يعني جاس، جاس. عصبي او متوتر يعني نيرفس، نيرفس. تاني جيت، باك باك، مودرن، شوبينج مول، الكترسيتي، بانتس، جاس، نيرفس. لون ازرق يعني ايه؟ يعني بلو، بلو. طيب او عطوف يعني كايند، كايند. منطقة تسوق يعني شوبينج اريا، شوبينج اريا. متجر احذية يعني شو ستور، شو ستور. مادة الرياضيات ماث، ماث. واكثر هدوءا يعني كوايتر، كوايتر. فصل دراسي يعني كلاس روم، كلاس روم. معلم ومعلمة يعني تيتشر، تيتشر. سيارات تعمل بالوقود او بالغاز يعني جاس كارز، جاس كارز. ممكن يعني بوسيبل، بوسيبل. ومشروع مادة التاريخ يعني history project، history project يعني مشروع مادة التاريخ. صورة فوتوغرافية يعني photos، photos. صاخب يعني noisy، noisy. لون رمادي يعني gray، gray. تي شيرت يعني تي شيرت. وطبعا ألعاب يعني games، يبقى لون أزرق blue، blue. kind، kind. shopping area، shopping area. shoe store، shoe store. math، math. quieter، quieter. classroom، classroom. teacher، teacher. gas cars، gas cars. possible، possible. history project، history project. photos، photos. noisy، noisy. gray، gray. t-shirt، t-shirt. games، games. بعد كده عندنا التصريف الافعال. عندي طبعا الريجولار افعال منتظمه بنضيف لها اما دي او اي دي او اي دي، والافعال الغير منتظمه تحفظ كما هي. هنا يمشي يعني walk، الماضي منه walked. remember، remembered. live، lived. cry، cried. study، studied. carry، carried. want، wanted. speak، spoke. say، said. drive، drove. تاني يمشي يعني walk، الماضي منها walked. تذكر، remember، الماضي منها remembered. يعيش يعني live، الماضي منها lived. يبكي، cry، الماضي منها cried. يذاكر أو يدرس study، الماضي منها studied. يحمل يعني carry، الماضي منها carried. يريد want، الماضي منها wanted. يتحدث speak، الماضي منها spoke. يقول say، الماضي منها said. يقود drive، الماضي منها drove. اللي بعده عندي تعبيرات وحروف جر هامة.
My first day of يوم الأول فيه يعني my first day of عند بوابة المدرسة يعني at the school gate at the school gate يمكث فيه يعني stay at stay at أكبر قدر ممكن يعني as much as possible as much as possible يرتدي يعني put on أو بتساوي wear مثل ذلك يعني like this like this لقد كان ممتعا it was fun it was fun ما بين الماضي والحاضر يعني then and now then and now ما بين الماضي والحاضر يكتشف يعني find out find out أكثر نظافة يعني much cleaner much cleaner يسمى يعني cold cold بعد كده عندنا my town then and now مدينتي في الماضي والحاضر ده المين بوينتس تعالوا نشوف المين بوينتس بيتكلم عن ايه اول حاجه all the cars were gas cars in the past جميع السيارات كانت تعمل بالوقود في الماضي now some cars use electricity which is cleaner and quieter بيقول لك بعض السيارات تستخدم الكهرباء التي تعتبر اكثر نظافه وهدوء بعضها مش كلها our town بيقول لك في المدينه بتاعتهم in the past في الماضي had old shopping area كان في منطقه تسوق قديمه now الان بقى we have a big modern shopping mall عندنا مولات كبيره جدا وحديثه تعال نشوف الكويز بيقول ايه الكويز بتاعنا تشوز اختار I carry my نقط and go to school انا بحمل ايه وبروح للسكول بحمل شنطه باك باك اللي هي الحقيبه when I go to school لما بروح للمدرسه I meet my بقابل مين my friends اللي هي أصدقائي بعد كده عندنا our school has a big middle A عندنا A في المدرسة كبير قوي معمول من معدن at the front في المقدمة طبعا الجيت اللي هي البوابة دي أول حاجة بتقابلنا بعد كده بيقول لي انظر استمع اقرأ look listen and read my first day of school اليوم الأول اللي هي في المدرسة I remember my first day of school أنا بتذكر أول يوم روحت في المدرسة I was 6 years old كان عندي 6 سنين and I lived in أسوان وكنت عايش في أسوان I was very nervous كنت متوتر جدا I liked staying at home كنت عايز أفضل في البيت with my family مع عائلتي I wanted to play with my toys كنت عايز ألعب مع ألعابي I didn't want to go to school ما كنتش عايز أروح المدرسة خالص I put on a blue t-shirt gray pants كنت لابس أو كنت برتدي blue t-shirt شيرت أزرق وبنطلون رصاص and black shoes وكنت لابس طبعا حذاء لونه أسود I carried my backpack وكنت بحامل الشنطة بتاعتي Mom and I أنا ومامتي walked to school رحنا المدرسة At the school gate في البوابة بتاعت المدرسة I wanted to cry أنا بدأت أعيط I said goodbye and I walked into the classroom بدأت الله مع السلامة ورحت للفصل بتاعي The teacher asked me to sit next to a boy called مروان والمدرس قعدني في مجان بطالب اسمه مروان The teacher was very kind كان المدرس بتاعي كان طيب جدا We studied math درسنا رياضيات and played games ولعبنا ألعاب It was fun كانت اليوم ممتع جدا The next day I wasn't nervous ما كنتش متوتر اليوم اللي بعد ما كانش متوتر I was excited كنت متحمس جدا I wanted to see my new friend كنت عايز أشوف صديقي الجديد مروان I wanted to learn math وكنت عايز أتعلم الماس and wanted to go to school وكنت عايز أروح المدرسة بيقول لي هنا how to plan your writing كيف تخطط لكتابتك فبيقول لك أول حاجة اكتب notes اكتب ملاحظات زي first day of school 6 year old 6 years old أسوان nervous اكتب ملاحظات واستخدم كلمات دالة عندك تكتب ملاحظات اللي تكتب جمل كاملة وبناء عليها تقدر بعد كده تكتب هنا جايب لي بيقول لي ايه my town then and now جايب لي شكل المدينه في الماضي وشكلها الان تعالوا نشوف جايب لنا ايه بيقول لك we are doing a history project احنا بنعمل مشروع تاريخي in school about our town عن المدينه في المدرسه we looked at old photos وبدانا نشوف صور قديمه we spoke to our older neighbors وبدانا نتحدث مع الجيران القدام to find out as much as possible ونشوف ايه بعد كده grandma بتقول ايه بقى says that her mom and dad كان جد مامتها وباباها drove cars like this بيركبوا عربيات زي دي all the cars were gas gas ايه gas cars كانوا عربيات بالوقود they were very noisy وكانت يعني فيها ضوضاء جامد لكن now الان we have a car عندنا عربيات زي دي طبعا uses بتستخدم electricity electricity and gas بتستخدم طبعا بالكهرباء او بالجاز برضو it's much cleaner and quieter وكمان اكثر نظافه وهدوء
بيقول لك our town had a shopping area، كان عندنا منطقة تسوق قديمة. But it was very old. Dad worked in a shoe store، وكان شغال في shoe store on Saturdays. لكن دلوقتي عندنا today we have a big modern shopping mall، عندنا مولات كبيرة جدا. But I don't like shopping، بس أنا ما بحبش الشوبينج ده. I want to play football، بحب ألعب كورة. ندخل على بقى، عندي زي ما انتم شايفين امتحان على lesson 5 and 6. تعالوا نشوف اول حاجة. بيقول لي وصل، بيقول لي ايه اول حاجه؟ بيقول لي I bought in، انا كنت برتدي ايه؟ رقم طبعا اي، my gray pants. بعد كده I carry my، انا كنت بحمل ايه؟ كان بيحمل طبعا الباك باك اللي هي حقيبه الظهر. when I go to school we study math، كانوا بيدرسوا ايه؟ الماث. هتبقى at school، في المدرسه. بعد كده why does he like modern cars، هتبقى رقم دي اللي هي because they are much cleaner and quieter. خش على اللي بعده. اللي بعده ترتيب زي ما انتم شايفين. اول حاجه هتبقى معانا برتب الكلمات دي عشان اعمل جمله كويسه. اول حاجه هتبقى جمله صحيحه، I was excited at، انا متحمس ان اروح ايه؟ السكول، المدرسه. بعد كده هتبقى we ايه؟ we spoke، احنا بنتحدث. تمام. to مع طبعا our old neighbors. اخر حاجة هتبقى the teacher، المدرس كان ايه؟ was very kind، كان طيب جدا. بعد كده عندي بيقول لك اقرأ واكمل نصب كلمات من المربع اعلاه. Grandpa says that his mom and dad drove gas cars، كان بيسوق عربيات بالوقود. They were very، كانوا كانت اكثر ايه او كانت ايه؟ كانت طبعا noisy، دي رقم واحد، وبكتب كلمة noisy هنا. Our town had a، كانت مدينتنا عندها ايه؟ shopping area، دي رقم اتنين، وطبعا بكتبها فين يا ولاد؟ بكتبها هنا. But it was very old، كانت قديمة جدا. My dad worked in a نقط store، يبقى shoe store، دي رقم تلاتة، بكتبها هنا on Saturdays our town is different، مدينتنا الآن مختلفة. نخش على اللي بعد. اللي بعد طبعا زي ما انتم شايفين عندي قطعة وبحل عليها. تعالوا نقرأ القطعة مع بعض. I am نادر، اسمي نادر. I am 9 years old، عندي 9 سنين. At my first day of school، أول يوم ليا في المدرسة. I was very nervous، كنت متوتر جدا. I like staying at home with my family، كنت عايز افضل مع عائلتي. I wanted to play with my toys، كنت عايز العب مع العابي. I didn't want to go to school، وكنت عايز ما اروحش المدرسه. I put on a blue t-shirt، كنت البس تيشيرت ازرق. gray pants، بنطلون رصاصي. and black shoes، وحذاء اسود. I carried، انا كنت بحمل my backpack، الحقيبه بتاعتي. mom and I walked to school، ماشيين المدرسه. at the school gate، وعند البوابه. I wanted to cry، بدات ايه؟ اعيط. I said goodbye and I walked into the classroom. the teacher asked me to sit next، بطلب مني ان انا اقعد. to avoid cold، مروان، ولد اسمه مروان. the teacher was very kind. we studied math، احنا درسنا math and played games. it was fun. اول حاجه خالص بيقول لك the underline، الكلمه اللي تحتها او الجمله اللي تحتها put on، تحتها خط، means بتعني ايه؟ طبعا احنا قلنا بتعني وير، يرتدي. نادر went to school with his، كان رايح المدرسه مع مين؟ مع مام، امه. بعد كده بيقول لك ايه؟ what was نادر's uniform، كان لبسه ايه يا اولاد؟ كان لبس نادر كان ايه؟ كان طبعا اللبس ده، كان بيرتدي تي شيرت زي ما انتم شايفين لونه ازرق، وبنطلون رصاصي، وده وده طبعا السؤال رقم ايه؟ اجابة السؤال رقم تلات. طيب السؤال رقم اربعة، who helped نادر، مين اللي ساعد نادر love his school، عشان يحب مدرسته؟ طبعا the teacher، المدرس. كان was very ايه؟ كان was very kind، وده اجابته رقم اربعة اللي هو ده، وبنكتبهم هنا بخط جميل يا ولاد. طيب بعد كده عندي البنت كويت اللي هو علامات الترقيم. اول حاجه معايا طبعا هنقرا الجمله الاول، we are doing a history project in our school، طبعا هتبقى الدبليو كابتن وفي نقطه في اخر الجمله. هنا بيقول لي برده اكتب فقره 18 كلمه عن your first day of school، وزي ما قلت لكم بيكون مجاب عنهم في نهايه الكتاب، بنقدر نجيبها ونحل بكل سهوله. اهو اعطيني بعض المواضيع زي ما انتم شايفين، انا اتمنى ان انتم تذاكروا المواضيع دي بكل هدوء كده وتحفظوها، هتساعدكم جدا في كتابه الفقره الانشائيه. طيب تعالى اول حاجه اعطيني زمايل عن النيل، واحنا
شفناه قبل كده، وعطينا عن الديفرنت انفايرمنتس، عن البيئات المختلفه، وعطينا عن ماي تاون في الباست وفي الحاضر، وعطيني فيرست داي اللي هو بتاع اول يوم في المدرسه. اذاكرهم كويس، وزي ما قلت لكم ممكن نحل السؤال اللي فات من نهايه الكتاب. تعالوا ندخل على اللي بعده. بعد كده عندنا زي ما انتم شايفين كده صفحه 58 تيست كامل عن يونت 7، وبكده احنا قدرنا نخلص الوحده كامله شرح، سواء في الفيديو ده او في الفيديوهات اللي فاتت اللي ما سمعهاش يرجع يسمعها. اتمنى دعمكم المستمر في القناه والاشتراك وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد. تعالوا نبدا نحل مع بعض الامتحان اللي موجود على الوحده السابعه. اول حاجه زي ما انتم شايفين كالعاده بيديني نص استماع، بناء عليه ابدا احل اما بترو اما بفولز. يلا نقرا مع بعض. اول حاجه بيتكلم عن ايه؟ تعالوا بيقول زمايل is very important for our life. النيل مهم جدا لحياتنا. It's the longest river in the world. هو اطول نيل في العالم. زمايل has two branches. عنده فرعين in Egypt في مصر. It helps us. هو بيساعدنا to drink. ان احنا نشرب and grow food. وكمان ننمو الطعام. اول حاجه خالص بيقول لي ايه؟ زي ما انتم شايفين زمايل helps us to grow food. اه طبعا. تاني حاجة the Nile has three branches in Egypt. لا طبعا هو عنده two فقط. اتنين the Nile is the longest river in the world. هو أطول نهر في العالم. the Nile isn't important. هو مش مهم. لا طبعا هو مهم جدا لينا. نخش على السؤال اللي بعد كده. السؤال بعد كده بقرأ النص وبناء عليه بكتب الكلمات اللي في موجودة في الصندوق دي هنا. I go to school every day. أنا بروح مدرسة كل يوم. I not up early. أنا طبعا بستيقظ أو طبعا دي رقم واحد وبكتبها هنا. I woke up early. I go by not. أنا بروح بإيه؟ بروح أكيد بالباص اللي هو الأتوبيس. زي ما انتم شايفين بكتبها هنا. I meet أنا بقابل my mean. I بقابل my friends أصدقائي. And we play and study. وبنلعب وبنذاكر. Our teachers are kind. المدرسين بتوعنا عاطفين جدا زي teach us math and English. بكتب الكلمات دي هنا زي ما انتم شايفين. بعد كده عاطيني سؤال توصيل زي ما انتم شايفين وجايبها من امتحانات مختلفه. يعني الاسئله دي ماس جت قبل كده في امتحانات؟ اه جت قبل كده في امتحانات. اول حاجه معايا زي ما انتم شايفين هتبقى اول حاجه the city is. هتبقى the city is a exciting and noisy. We started digging to. احنا بدأنا في الحفر ليه؟ طبعا هتبقى رقم دي، ندفن الصندوق تحت الأرض. رقم تلاتة now we have cars. احنا الآن عندنا عربيات ذات بتستخدم بإيه؟ بالكهرباء وبالغاز. يبقى دي رقم تلاتة. رقم أربعة I put on my blue shirt. أنا لبست blue shirt ورقم إيه؟ وبنطلون رصاصي. يبقى دي رقم أربعة. ودايما بيجيب لنا واحدة ايه تلخبطنا زي دي كده. السؤال اللي بعد كده بقرأ قطع بناء عليها بحل. تعالوا مع بعض. Last summer الصيف اللي فات I visited my grandparents. انا زرت اجدادي who lived in a small village. عايشين في قرية صغيرة. It was a very quiet place. مكان هادئ جدا. The air wasn't polluted. الهواء مش متلوث. There were a lot of plants. And green areas. عندنا طبعا مناطق خضراء كتير. Unlike my city. أنا مش بحب المدينة قد كده. The life is busy in it. الحياة هناك طبعا زي ما انتم شايفين عارفين ان هي زحمة وكده. In my city the smoke covers the sky. موجود الدخان بيغطي الدخان بيغطي السماء. There are a lot of cars and tracks. They are very noisy. يعني فيها ضوضاء كبيرة جدا. I love the country more. بحب الكانتري مور. بحب طبعا الريف أكتر. زي ما انتم شايفين the life is good for me in the country. تعالوا بقى نشوف مع بعض الحل ايه. The underlined word quiet. Quiet دي بتعني ايه؟ بتعني ان هي cold بارد ولا not clean مش نظيف ولا بيزي ولا نوت نويزي؟ اكيد طبعا اهدى يبقى نوت نويزي. ذا نوت كفرز ذا سكاي ان ذا سيتي. ايه اللي بيغطي السماء؟ الدخان اللي هو سموك. بعد كده زي ما انتم شايفين جايب لي ذا كانتري از ا جود بليس تو ليف ان. واي؟ لماذا المكان في الريف العيشه فيه احسن؟ هنقول بيكوز لان اتس فيري كوايت لانه هادي اكتر اند نوت بلوتد وما فيهوش تلوث. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ What makes noise in the city؟ مين اللي بيعمل الدوشة في المدينة يعني؟ أو الضوضاء؟
طيب هتبقى lots of، لأن هناك موجود الكثير من الكارز اند تراكس، الكثير من الكارز والتراكس زي ما انتوا طبعا شايفين. ندخل على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده عندنا سؤال ترتيب، تعالوا نبدأ مع بعض. أول حاجة هتبقى how do you go to school. بعد كده هتبقى what subjects did what subjects did you study today. بعد كده آخر حاجة هتبقى the Nile crocodile اللي هو تمساح النيل ماله، هيبقى is one of the largest reptiles. السؤال اللي بعد كده عندنا طبعا هيبقى ضع علامات الترقيم للآتي. طبعا why do people live where they work، طبعا هيبقى عندنا هنا ال W capital، واخر السؤال ده علامة استفهام. السؤال اللي بعد كده ده برضه 18 كلمة، بيتكلم عن your town then and now، موجودة في الصفحة اللي انا وريتها لكم دلوقتي، او ممكن نجيبها من نهاية الكتاب ونقدر نحلها بكل سهولة. تعالوا نكمل بعد كده. أعطيني بعد كده تدريبات خاصة بطلاب الأزهر الشريف مجمعة من مختلف المناطق الأزهرية، وأسئلة هتفيدنا جدا ومهمة جدا جدا. تعالوا نشوف. أول حاجة بيقول لي listen and choose، تعال نسمع the correct answer، يعني أنا هقرأ الجملة كاملة بناء عليها أنت بتختار الإجابة الصحيحة. فبقول إيه؟ the temperature in Arctic regions can be around minus 40 degrees. طبعا الإجابة كانت دي وإحنا سمعناها دلوقتي. بعد كده Bedouin people live in the desert، يبقى اخترنا ايه؟ الصحراء. خش على اللي بعده. تعالوا هالة بتكلم رانيا، فبتقول لها هاي رانيا، اهلا يا رانيا، when did you not up to day، يبقى get استيقظتي امتى، يبقى دي رقم واحد ونحطها هنا يا اولاد. قالت لها I got up and استيقظت at 6 a.m. الساعة 6. قالت لها how did you go to school، انت رحت المدرسة، يبقى دي رقم 2 وبنكتبها هنا. قالت لها I went to school by car، انا رحت بالكار، الكار اللي هي ايه؟ العربية. ندخل على اللي بعده. choose the correct answer. our town had a shopping، مدينتنا عندها shopping ايه؟ area اللي هي منطقة تسوق. My grandpa remembered his village where he grew up. طبعا grew up اللي ايه؟ نما فيها او اتولد فيها. اخر حاجة معانا يا ولاد choose the correct answer، كان عندنا طبعا قصة. طبعا داليا lives in a او an a in Egypt، طبعا كانت village قرية. داليا لايكس بلدي، بلدي ايه؟ طبعا بلدي بريد اللي هو رغيف عيش البلدي. وبكده قدرنا نخلص الوحدة السابعة للصف الرابع الابتدائي. كانت معاكم مس اسماء ياسر، اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. اللي عنده اي استفسار ممكن يستفسر على صفحة الفيسبوك مس اسماء ياسر مكتوبة بالعربي وموجودة عندكم في الوصف تحت. شكرا لكم جميعا.